جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا أشجار. شو يا مو؟ شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ مو شايفتيها؟ مضيت أكلونو يعني لهلأ ما صار؟ لهلأ ما صار؟ ورجيني شو هادي اللي عجبينا؟ يا مو مبارح نحن نايمين رفستني وقعتنا عالتخت عشبيني وأولت مبارح رفستني بس هديك بغير قرني. إيه بعد لي حمى لك شو هالحظ اللي إلك لك ابني؟ الحمد لله. يا ميت أهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، شرفتونا بزيارتكم يا اهلين. الله يزيد الشرف يا ام عبودي، خليكي يا رب. الله يسلمك، تفضلوا تسلوا شوي. ليش معذبه حالك يا ام عبود؟ شو نحن جايين نجربكم؟ لا ولو، ما في شيء من الواجب. الله لا يوفق يا ابو نجيب، سودت وشي. نعم، شو قلتي؟ عم قول الله يوفقك ويرزقك يا ابو نجيب. لا تأخذونا يا جماعة العنباد دبلانين شوي لأنه قطفناهم من مبارح، بدنا نساويهم زبيب. الله يسامحك، هي نعمة يا أم عبود، نعمة الله يديمها علينا. إيه والله نعمة الله، الله يديمها يا رب. تفضلوا مدوا إيديكم يا جماعة، تفضلوا. طمنيني، شلونه أبو نجيب معك؟ إن شاء الله مبسوطة معه. الحمد لله، مين رضي عاش يا أم شهر ما؟ خالي صحيح أبو محمد سكافي طلع ابن ضيعتكم؟ مين هذا أبو محمد السكافي؟ يو، ليش ما دريتي؟ لا ما دريت. هدول الضيوف اللي كانوا عندكم مبارح. ايه
هذا أخي أبو محسن ومعه المختار أبو قاسم. خير شبون؟ يا ستي المختار اللي عم تحكي عنه طلع إله عنا بالحارة ابن عايش عنا من أكثر من 12 سنة وأهله ما بيعرفوا وينه، لمبارح لحتى تقابلوا هن وياه عند المختار أبو وضاح. قاسي؟ إيه تقبريني؟ يو يعني هلأ أبو محمد زوز بنت عمك بديعة اسمه قاسي؟ لك إيه يا أمو اسمه قاسي. هلأ قاسم ابن المختار عايش عنكم بالحارة؟ إيه لكان، ومتزوز بنت عمي بديعة وإله منها 3 بنات بيطيروا العقل سبحان الذي خلقهم. الله يبشرك بالخير يا أم شاهد، والله فرحتيني. يعلي عليها أم قاسم، من وقت ما طلع ابنها من الضيعة وعينها ما نشفت من الدمعة. صدقيني صدقيني فرحت من كل قلبي. هلا شو بيكون صاير فيها أم قاسم؟ طاير عقلها أكيد، طاير عقلها ما هيك؟ أي والله الحمد لله، والله الضنا غالي يا أم عبو. إنا خالي صحي أبو محمد ترك الضيعة لأنه قتل قتيل هنيك؟ لا أيو، مين قال هاد الحكي تقبريني؟ والله يا أم عبود نحن هيك سمعنا. لا لا له قاتل ولا شي. إلا كان مشان شو ترك ضيعته وأهله؟ ما بعرف شو بدي قلك، ترك الضيعة ليش؟ بس هو يا حبيبتي من خيرة شباب الضيعة، الله وكيلكم من خيرة شباب الضيعة، بس كل قصته ظلم بظلم، الله ينتقم من الظالم. بدك شي يا ابو لطفي؟ سلامة عمرك، الله معكم. هوني ان شاء الله. يا ابي وضاح يرضى عليك، دير بالك على المضافة وعلى الحاصل. تؤمر يا ابي لا تاكل هم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ادعوا لنا يا جماعة. روحوا توصلوا بالسلامة ان شاء الله. ما تواخذنا صغارة. الله يرضى عليك. يا رب. يا الله. يا رب الله. يلا كلهم معنا. بكل على الله روح عم بيروح. حريم الحارة يروحوا وأنا يا غافل إلك الله ما أعرف شو عم بيصير. لك شو بيخسر إذا أخذني معه؟ بس أكيد خايف من هالكرنيبة أخته. يلا يا عمو يلا أكل مو أكلتي خلص بلالك يا هلا هروح. يلا يلا ها هاي صفون ليكي يمكن تذكروكي رجعوا مشان ياخدوكي. لحظة أهلين صفون، شلون سلمى؟ مين في عنا؟ ما في حدا، قاعدين انا وامك مثل القرد القاتله صاحبي. لك عم تشبه امك القرد وليه؟ لك عم قول مثل والله ما بعرف ليش سميتك ذكيه. ايه لانه بتعرف شو مخلفه. هي قلعلي مشوار حلو، يا ريتك رحت واخذتنا معك. مالك علي يمين يا اخي، رح يطق قلبي من قعده هالبيت. لك اختي انا ما فيني اترك الحاره، ابن عمك بقدها مأمن فيني. خلاص بهالكم يوم رح اكون سيران على الربوه تكرم عينك. عن جد اخي؟ اي الله يخلي لنا اياك يا رب. يوصلوا. ايه عمي يلا يلا تفضلوا يا جماعة. تفضلوا يا جماعة. اهلا وسهلا باللي جاي. يا مرحبا باللي جاي. اهلا وسهلا باللي جاي. يا مرحبا باللي جاي. والله شلون شفت استقباله لإلك؟ لا حرام، يعني الزلمي اكرمني واحترمني. ايه والله. ايه ها شفت شلون
بس يا مرا والله ما عم بنسى، ما عم بقدر انسى. ايه مو بايدي، ما عم بقدر انسى. لك ايه خلصنا، اللي راح راح بقى، حاجتك يا بي. صحيح كل اهل الحاره راحوا على ضيعه ابو محمد السكافي؟ ايه صحيح. ايه والله. طب ليه ما رحت واخذتنا معه؟ شو بياخذنا معه لك بنتي؟ اسمع الداي اخل، او حابه تطلع لشي مشوار؟ خلص بهالكام يوم نرتب احلى سيران على الخطه. لك الله يخلينا اياك يا رب. يا حباب طفي الشوبان، برد على سوس. السلام عليكم. وعليكم السلام. احلى كاسه سوس تخدم شواربك عمي. خير شايفك هون. في شيء؟ في خبر محرز. هات له شو. تعا برد يا حباب. الحاره اليوم فاضي. شلون يعني فاضي؟ ما فهمت عليك. يعني المختار والعقيد والكباريه راحوا على ضيعه بعيده من هون، بده ينام هونيك. هذا خبر محرز، والله في فكرنا خبر محرز عن حقه حقيقي. انت قلت لي اي خبر بتسمع فيه كبير صغير منيح مو منيح بتجي بتخبرني وكل شيء بتمنه، ولا بنرجع بكلامنا يا بضايق. عيب عليك ولك. تعا برد يا حباب، برد العرسوس. كرم عينك، ان شاء الله برجع بكلامه. لك يقبرني ربك، ليش انا بحبك؟ خذ هدول حاجتك. لك ربي يخلي لي اياك. مشروب الهنا عمي، الله معك. برد عرسوس، تعا برد يا حباب. شو يا خديجة؟ في عرس بالضيعة؟ لا فايزة خانم، هذا المختار أبو قاسم عامل مرسح اليوم لأنه ابنه قاسم رجع بعد غياب 15 سنة. قاسم؟ قاسم رجع؟ إيه معلمتي رجع. روحي لعند المختار وقولي له بتقلك فايزة بدها تشوف قاسم ضروري. بتقلي له بتيجي انت وقاسم وشيخ الجامع وبتجيب شي واحد بيعرف يقرا ويكتب، واذا كان قاسم متجوز خليه يجيب مرته وولاده معه. امرك فايزه خانم. يا ترى رح تقدر تسامحني يا قاسم؟ يا رب تهدي وتخليه يسامحني. بدي بري زمتي قبل ما اموت يا رب. وتبت وراجعت نفسي. اغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب. يلا باولو، يلا انت ويا من هون. اضرب منك الو الو. بعد هيك. السلام عليكم. السلام. الداعي ابو حميد قرايبة المختار أبو قاسم بياع عظامة وزبيب. والنعم سيد راسي، والنعم والنعم منكم سيدي. جدي أبو أمي بيكون قرايبة لجده أبو أمه للمختار أبو قاسم. الله يرحمنا ويرحم أمواتكم. حسبي الله ونعم الوكيل. يرحم أمواتنا. خلصني هلا، مطول الغداء والله متنا بالجوع. شو لا لا ما بقى. ها ها بيجوا بيجوا. إن شاء الله ما يبلع المنظر إلهي، إن شاء الله ما يبلع. المنسف مليان لحم والحون. 20 برغوت. 20 برغوت. برغتك وحده تسهل امرك. قول مجيديتين يا اخي. كرمه كرمه اهل الضياع. شلون حكي كرمه؟ لك شبك شبك والله حاسس حالنا متخبل. حالك في دراسي. يا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم يا جماعه. حيا شرفتونا.
تفضلوا على الاكل، والاكل على قد المحبه. ها الله يخلينا يا تفضل مختار. بسم الله عليك، شرفوا يا جماعه، شرفوا. حوالنا يا شباب. هلا بك يا مختار، والله ما عندك حدا. انا وياك ما عندك حدا. طب مختار مالك ابو نجيب؟ الله يخلينا. ليلة ليلتك ابو ضاي. عيونك عقيد، انت بس قشر ونحن امين، انت فصل ونحن نلبس. وينو دحام؟ وصلك دحام هلا؟ هلا عشقان فاضينا؟ يضرب هو والعشق تبعه اللي عم يدفع حقه مصاري. لك الواحد مننا لازم ياخذ اللي بريده من البنت اللي بحبها غصبا عنه وبالصرمايه كمان. عيل الطلاق دار عم تحكي دار. إذا كان عمي لكان، والليله رح ورجيك العشق على اصوله. يعني هي بتحبك وبتحبك؟ ايه لك. شلون يعني ما بتحبني؟ بتحبني، بس انا ما بهمني اذا كانت بتحبني ولا لا. اللي بهمني اني اخذ اللي بدي اياه منها غصبا عن راسها. طيب انا شو اخذني معك؟ اول شيء مشان تتعلم مني، وتاني شيء مشان تحميلي ظهري. ما بتعرف شو بصير معنا. على كلين هي بعتت لي خبر انه جوزها مسافر مع رجال الحاره. يعني الأمور تمام التمام، واللي ما بيحسي ما بيسلم. يا عيني عليك دايمة صح. خود الزبيب حلي. الليلة ليلتك يا عفوفة. يا بي الله يرضى عليك، الحرمة رايدة تشوفك أنت وحرمتك وولادك. بدياني أخذ معي شيخ الجامع، واحد بيعرف يقرأ ويكتب. شو بدها هالخنزيرة؟ يلعن أبوها بنت الكلب، ما بيكفي اللي عملته فينا. بس يا حرمة. يا بي الله يخليك، لا بدي شوفها ولا بدي تشوفني. يا بي الله يرضى عليك، الحرمة مصابحة ماسي، وكل الحكمة اللي شافوها قالوا ما بتعيش أكتر من يومين ثلاثة، والعلم عند رب العالمين. بالله يرضى عليك يا ابني، أنا بعرفك طول عمرك مسامح وقلبك كبير. خلينا نروح شوف شو بدها. ابن عمي بدك تكسر كلمة أبوك؟ لك شو هالحكي يا بديعة؟ أنا بكسر الدنيا كلها ما بكسر كلمة أبي. بس والله مستصعبة شوية. لا تصعبة تقبرني، أنا رح لبس البنات وجهز حالي. الله يرضى عليك يا ابني، ويخلي لك هالحريمات ويرزقك بصبي بإذن الله. الله عز وجل ما عنده غير جبران الخواطر لك ابني. خلص يا أبي خلص، يلي بدك يا على راسي وبيصير. شرب شرب يا أبي شرب. وينو قاسم؟ ماني شايفته. فوت يا أبي فوت. أنت قاسم؟ إيه أنا قاسم. سامحني يا قاسم، أنا اعترفت إني ظلمتك. بدي قابل ربي نظيفي. أنت من حقك تسامحني ومن حقك ما. روحي الله يسامحك. ولا كمان خليني اسمع منيح، لا تضمن. يا ستي الله يسامحك، الله يسامحك دنيا وآخرة. من قلبك يا قاسم؟ ايه من كل قلبي. شهدوا اني وهبت مالي ورزقي لقاسم، اكتبوا ورقة بهالشي وهدوها نبصم لكم عليها. ما بدي منك شي بنوب، سامحتك هيك لوجه الله تعالى. هداك الصندوق اللي وراك في صيغة ومصاري حلن زلول، خذوا لبسوا لمرتك وبناتك. بس يا خانو. خلاص يا ابني، الحرمة وهبتك ومشي الحال. وين حرمتك وبناتك؟ ليكم برا. ناديلون، بدي اشوفهم، اطلب منهم يسامحوني.
شايفة هالشامية مع احلى رقصون؟ يا ام قاسم شو مطول السيارة لا يخلص؟ لا بدنا لبعد المغرب بس كترون ها؟ بركة الله والنبي لا تاكلهم ماشي يا الله بدك شي يا ابن مر بدي روح بكير لسه ابو فهد عودسها ولا بدي روح اطمن على الخان عمل يجي لي هيك بالحال طيب لك ارجع لهون والله انا مو جاي لهون ارجع ونسهر سوا لكنك عمي لكن بدي اخطب بين كم يوم منين بدي اجيهم برجع لك برجع لك ابن مر الله معه ابو فهد شو بتكون الرويدة عم تساوي هلا يا ترى بتكون نامت ولا لساتها سهرانه شايفك ما طولت ما لهوني لك شلون ما لهوني مو على أساسية بعتت لك خبر مش عم تجي لعندها لك إيه بلا بس يمكن أهلها أخذوها على البيت لأنه جوز زمان هوني مسيك خلي هدول معك لفوت على المضافة شو في هذا الصندوق دير بالك عليه منيح فيه دهب دهب يسعد الله سيف جدي عياش أنا أولى فيه ولا شوف يا عقيد العقدة كيف رح خلي كل أهل الحارة يعيروك إنك ما قدرت تحافظ على سيف عياش هذا السيف بده رجاله شو يا ابو ياسين ما بدك تسمعنا شيء مشان الشباب ها لعيونك مختار كفي ابو ياسين كم اجى الشاي اجى الشاي يا سلام هلا بدنا نسمع ابو ياسين على راسي على راسي امان 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 والسامعين عيوني يا معشر الناس يا معشر الناس ما بالزمن صاحب وفي يا بمليت حتى انبرى مني لساني وفي وفي قول ابن شداد قول راجح وفي وصل الحبل بالحبل يا بني عبس زمام وين اللي يرعى للصاحب وفا وزمام تبقى النصيحة بجمل عند العرب وزمام أما اليوم كيل النصيحة للعداوة وفي أمان 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 والحاضرين عيون الله عليك يا رب الله يسلمك يا رب الله الله يديم المحبة آمين الله يديم الوفا يا رب آمين يا رب العالمين يلا وين الشاي يا أبي يلا بسرعة وين الشاي الله لا يوفقك يا ام صفوان تكسرت عظامي من المشوار هذا غير البهدله والمسخره كله من ورا حصان ابليس تبع ابنك
حرامية! عرفتهم معلم شاهر؟ لا ما عرفتهم. لا تفتخر بالذهب وتقول عندي مال، المال يفنى ويبقى الجيد ذكرى لعمر. أمان 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 أمان. بدي له اني ما قدرت احمي الحاله بغيابك. لا والعنكة من هيك انه الغمد راح اخذوه. امشي شاهر امشي امشي، خلينا نروح نشوف بيت العقيد. امشي. 35 راسمالية. اذا لنا 15 راسمالية لإلك. ليش 15؟ ولك شباك 15 راسمالية لإلك و15 لإلي واربعة مصروف راسمالية لدحام. راسمالية واحدة بس لدحام؟ شباك حبيبي شغلة لا كنت لا بأولتها ولا بآخرتها. قديش بدك يعني؟ لكن أعطوني هذا السيف إلي. لك هذا مو سيف، هذا غمد، يعني ما في بقلبه سيف. شو عليه؟ منبيعه بسوق النحاسين. شو حبيبي؟ شو قلت؟ بدك تبيعه بسوق النحاسين؟ هات هات من إيدك. هذا غمد سيف عياش، وبكرة منجيب السيف وبنرجعه لبيته. إيه أمري لا الله. أبو شرار هدول شو مشانهم؟ ما تعاسمناهم يعني. هدول ما حدا إله دخل فيهم. وليش بقى؟ هدول من حق الحرمة، وبكرة بس تجوزها بدي رجع لها إياهم. أيوة إيه لكان عمي لكان، الحق حق وما بينزعل منه. طب بدي أسألك، أنت ليش خلعت الباب بالقارس ما فتحته بالمفتاح؟ بدك تعرف ليش؟ لك يا بني آدم، هذا المفتاح احتياط، يعني لما يكون الجو مناسب نخلع خلع، ولما يكون الجو مكركب نفتح بالمفتاح. طيب ليه؟ لأنه إذا إجوا لقوا الباب مفتوح بالمفتاح رح يغيروا الغال، وهيك بصير المفتاح مثل قلته. فهمت؟ أيوة. لك هي ما بتخطر بال إبليس هي؟ لا عم. لك أنا عمي شغلة بدها معلمية، مو كيف ما كان. صحة صحتك عقيد. ايه سيدراسي انت يعني بتنام هون لحالها؟ لك وين بدي نام؟ بدي نام لك تحت الشمس الحرائي. ايه بنام هون لحالي. وما بتخاف؟ شيت ما بخاف، والله بخاف، وكل ليلة بتمر علي امر من الليلة اللي قبلها. طب ليش ما بتجوز سيدراسي؟ ليش ما بتجوز؟ شو قلتوا باباتي؟ جيب لك وحده تشلحني ما فوقي وتحتي، جيب لك وحده تشلحني اموالي طعميه وشربها. شو هالحكيات؟ انا اذا ما اجتني وحده هي الطعميني وعندها بيت ما بتجوز باباتي، ما بتجوز بنوب. والله هي معك حق. ايه والله معك حق بهي. ايه سيد راسي، لك وين التينات؟ وين الزبيبات؟ وين الجوزات؟ عندك بالبيت نحن ابو حميد شبنا؟ ايه مو على عيني، لك الكريم الله بيحبه. الله يخلي لنا ابو حميد على راسي. يا شو ما عاد يطلعوا؟ يلا دوق دوق وادعي لي. شو ايه بحبحهم شوي يفضح حريستك؟ بحبحهم؟ لك شو بحبحهم ما بحبحهم؟ دافع حقهم دم قلبي. ايه فلت يفضح حريستك، طلعت اوعى مني. وليش وطماعة وتحب البعزقة؟ طحام تغبر على كلاس باباتي. ايه سيد راسي، هدول الزبيبات مقطعين ومدودين، شو رايك بقى؟ هلا من كمشة زبيب اكلتهم طلعوا معك مقطعين ومدودين؟ لك انت المقاطع وانت المدوي. كمشة؟ ايه يفضح حريشتك، نص زبيبة اللي اكلناها نص. نهايته. قديش بدك تشتري الرطل؟ بكم برغوت؟ شو هاد سيد راسي؟ شو تفضلتوا اشتري؟ لك ليش جايبني لهون حنوني؟ انت حالي جايين على بيتك بتعطينا قضامه بتدوقنا التينات الزبيبات؟ شو بك ابو حميد؟ لا باباتي ما حذرت، القضامه مو للبيع، ما عنا قضامه للبيع. ابو حميد ابو حميد
شوفي ابو نجيب عندك ليك في شي داشي ليك في شعني شوفي بعدك عم بستنوك اوامر ولحقون يلا سيدي يا زهره فوتي وقفوا هون معقوله والله قفلته بايدي ولا على قامتي مخلوع خلع هاد خليكي وانت بيا وقفي شاي يا صبحي شاي جاهز يا يلا على السريع شو يا نصري اهلين عبيد تفضل عبيد صحتين صحتين مرحبا فهد اهلين عبيد لك هذا مو سيف عياش هو بذاته شو جابوا لهم وين عمكن يا عبيد جوا يا عبيد عفاف عفاف شو بكي عفاف ليش عم تبكي مسروق شي غير السيف ليش كمان سارقين السيف ايه بس شاهر خلصهم اياه تفقدتي البيت منيح مسروق شي تاني سارقين لي صندوق صيغتي ابن عمي العامة صندوقي لا الحمد لله يمكن ما لهم شايفين أخذين الصيغة كلها لا تبكي لا تبكي فداك يا عفاف إن شاء الله منعوضها يا رب المهم رجع سيف عياش بس بدون غمد أنا مهلي عم أبكي مشان الصيغة لكن مشان شو عم تبكي أختي لي وعي الداخلي يا ابن عمي شو؟ أهلين يا أبي وضاح الله يديمك يا أبي هات لشوف طمني شو في ما في بالحارة والله في أخبار ما بتسر يا أبي خير خير إن شاء الله شو في الحرمية سرقوا بيت العقيد مبارك الليل شو؟ العقيد أبو أدهى؟ إيه والله يا أبي وشو سار إله؟ كانوا سارقين له سيف عياش سيف عياش ايه يا بي صادفهم شاهر بالحارة وهن هربانين لحقهم وخلصهم يا بس الغمض ضل معهم هن وشو سارقين له كمان والله ما بعرف قوم يا بي قوم يوه لوين رايحين ما بدكم تاكلوا لكم لقمة بدنا نروح نطمن شو رايح له الرجال يلا يا بي يلا يعني الحرامي بياخد مصاري بياخد ذهب بياخد شغلات اللي قيمة تنباع وتنشرى اواعي داخلية شو بده يسوي فيها والله ما بعرف شو بدي احكي ابن عمي هلا شاهر فات لهون بعد ما طلعوا الحرمية شو قصدك عفاف والله ما بعرف بس الشيطان ملعون ابن عمي ايوه يعني قصدك شاهر بعد ما راح الحرامي اجى على البيت وفات على الأوضة انا ما بدي اظلمه ابن عمي بس كل شي بيصير تركيني لحالي عفاف ابن عمي أنا قلتلك تركيني لحالي حاضر والله إذا بتبين لي إنك أنت عاملة يا شاهر لا أشرب من دمك والله عال لسه ما خلصنا من الخسيس تحسين طلعنا شاهر لك شو بدي أقول للناس لواعد داخلية تبع حرمتي انسرقوا شاهر لا 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 شاهر ما بيعمل ابنه بلوك لك مين بده يعملها الحرامي ولك اخ يا عظامي اخ وي اخ ولك اخ
بتستاهل. ولك أكتر من هيك بتستاهل. لكن هيك بتعمل فيي يا منظور؟ لك شو عملت فيك يا بنت الحلال؟ شو عملت فيني؟ لك شو صار لو أخذتني معك؟ سعري بسعر كل هالحريم اللي راحوا؟ ولا ما بتسترجي من الكرنيبة أختها؟ لك أنتي بتضلي ضلالية ونيتك عاطلة. أنا ضلالية ونيتي عاطلة ولا أنتو؟ لك والله لما طلعت من البيت ما لي عرفان إنه في حريم. بعدين أختي ما جابت سيرتك، والله ما جابت سيرتك. بعدين دخيلك على هالمشوار على أساس كتير انبسطت. وليش يا بعدي مالك مبسوط؟ ولك جسمي مكسر تكسير، حاسس حالي كأني آكل قتل مفرق فيها. عبي نعم اللي حالك رجال من مشوار صغير الضعضعة. آخ لك والله كله منيك، يعني كان ضروري روح على حصان إبليس. إيوه كل شي حطه بظهري. يلا لا لا أنت ما دخليك الحق علي أنا. شو قصدك؟ ما قصدي شي، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. نعم نعم شو عم تقول يا بعدي؟ قالوا رضينا بالهم والهم ما رضي فينا، ليكون من عاجبينا. أهلين مختار، تفضلوا. آه مدام يا ميت، أهلا وسهلا. يلا يلا خدوا طريق. يلا 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 شرفوا يا سيدي. العوض بسلامتك وسلامة عيالك، المهم أنه السيف رجع. الله يسلمك، تتعوض مختار تتعوض. بلغت الكراكون؟ كراكون شو مختار؟ إذا من المغرب عساكر الكراكون عم يسكروا على حالهم ويتربسوا، والله ليجي يوم يفوتوا الحرمية ويسرقوا البواريد والشاطر يفتح تمه بكلمة. الله يستر الله يستر. ايه والله يا مختار، شرفوا عملوا لنا قهوة. ولك يا دب شلون ما بتقلي انه حريم الحارة راحوا مع رجالهم على ضيعة هذا ابو جلدة؟ الله وكيلك ما كنت بعرف انه الحريم رايحين مع رجال. ولك انا عم بعطيك ذهب احمر، ذهب احمر مشان تجيب لي الاخبار المضبوطة، تيجي بتقلي ما بعرف. خلاص روقت حسين، ان شاء الله روق، ما عاد جيب لك الاخبار الا كاملة مكملة، وعد. لا سيدي ما حذرت، من اليوم ورايح ما بتشوف مني برغوت لحتى يتأكد انه الاخبار اللي عم جيب لي اياها مضبوطة. استبينا؟ استبينا. بس يعني أنا اللي حرق لي قلبي أنه أنت شو بدك بأخبار الحريم؟ عرفان أنت ما دخلك. مظبوط أنا ما دخلني. يلا أضوي. يامو يامو شو يامو؟ سخني لي شوية مي مشان تغسل. عن حق يامو؟ ايه يامو عن حق. يعني لا 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 يعني ما قدرت تشبه عليه تشوف ملامحه. والله ما بعرف شو بدي لك يا عقيد، بس يعني هيك هيئته وملامحه وقطعته مثل تحسين ابن عمي. ايه بس تحسين مات وشبع موت. يا خوفي تطلع انجس من تحسين. بشو عم تفكر عقيد؟ لا بس هيك عم فكر انه لما هربوا الحرمية واخذت السيف منه فت على بيتي شي. اي لكن فت انا وضاح، تفقدنا البيت وطلعنا. وغرفة النوم فت لحالك ولا انت وضاح؟ لا انا لحالي فت على الاوضة، وضاح كان بارض ديار، تناوقت هيك على الاوضة وطلعت. كان في شي غراض على التخت؟ والله يا عقيد انا ما عطيت بالي منيح، يعني كان في عتمة كتير. بس يعني انت بشو عم تفكر؟ لا لا ما في شيء، بس حبيت أعرف كل شيء صار بالتفصيل. يرضى عليك الويدا، بتحملي حالك وتروحي لعند مرت أخوك بتحكي معها، خليها تحكي مع جوزها، إذا وافقوا يبعثوا لنا خبر لأخذ كبارية الحارة مثل عوايدنا. لا ابن عمي أنا بدي أحكي مع أخي من راسي لراسه. إيه مثل ما بديك، بس الواجب تسأله البنت برقدا ما لرغبة. يو رويدا. إيه رويدا، ولا نسينا الكم الأولاني. وهل يا سيدي أبو بيضرب باب برجله بفوت لعندك، واللي بده إياه بيصير. شو؟ وقال أنتو يا سيدي بخاروفين خليتوا الأخذ عسكر ما ياخذوا على العسكرية. لك مين الكلب هاد مين؟ والله نسيت شو اسمه يا سيدي، بس اسمه موجود عندي بالمكتب. اسمعي يا ناصر بيك مو سيدي، تبعت بتجيبه هو وابوه وبتحطهم على الفلقه للصبح، والصبح بتجيب لي اياهم لهون. تأمر يا باشا على راسي من فوق. ما بدي اياهم يناموا الليل بنوب، والله لربي فيهم كل واحد بيجيب سيرتي بالعاطي، والله حتى ولو تفكير بس. ها هالكلاب
حاضر سيدي. يلا يا سميحة خلصيني، هلا خالك بيتغدى وبيرجع على شغله وما بلحقه. يلا يا مو اجيت اجيت. يلا يلا يا مو ابو جاهزة. اتحركي. قولي علي يا اخي ابو صفوان، قولي علي وين اخذينك؟ خلينا نوضح مشان الله، شوفينا صار يا خليجي شو بتساووا فينا؟ الله يخليك يا عمتي لا تتركونا. هلا بشوف ابو وضح، هلا بشوفه. من شان الله يا اختي، من شان الله. قولي على امتي ان شاء الله. الله يمشي. اخي زكاتك ناديلي لوضح. على عيني. يلا معلم وضح، الحريم بدهم اياك. يلا شباب يلا بسرعة. مرحبا يا مو. يا مو ليش جاي لهون؟ شوفي وينه أبوك؟ ما له هون يا مو. شوفي اللي وين راح أبوك؟ راح هو مختار جوبر على مليحة، بدهم يعملوا صلحة بين جماعتين. شوفي قولي على قامتي. شوفي يا مو والله شغلتي لي بالي. خالك أبو صفوان وصفوان أخذوهم الضابطية. إيه ليش شو عاملي؟ والله ما بعرف يا مو. امشي امي امشي نشوف خالك ابو عبده. ايه لا تخافوا يا مو لا تخافوا، يكون صفوان عامل له شي ناقصه. قولي على قامتي، منظرهم بيقطع القلب، هن وجارينهم وراهم. لهن الله يا مو لهن الله. روحوا انتوا هلا وبس يجي ابي انا بخبره. يلا بخاطرك يا مو. خاطرك اخي. الله معكم. بعتوا غدا للولاد؟ ايه ابن عمي، اجا رشدي اخذ غدا له لاخوه للصنايعية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وقف يا بي. خير؟ الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، طالعة مزوقة لعمتك. شو أمرت أبو عبده؟ طالعة لعمتها؟ يعني التعب والحبال والولادة إلي وبالآخر طالعة لعمتها. فيك البركة يا معبدو، فيك البركة. بس أنا قصدي إنه أختي ما كانت تخلي أبي الله يرحمه يطلع من البيت قبل ما تعطره وترتب له أوعي. مين؟ يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين بأختي أم وضاح. ابن الحلال عن ذكره بيبارك. أهلين أختي، أهلين أختي، هلأ كنا بسيرتك. ها شلونك أخي؟ الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. شلونك خالي؟ الله يرضى عليكي يا خالي ويستر عليكي. خير أختي؟ شوفي شايفك مو على بعضك. الضابطية أخذوا أخي عدنان هو وابنه، وأبو وضح بالمليحة ماله هون. دخيلك يا أخي، روح الحقهم وشوف بركي بتقدر تساعدهم. ليش شو عاملين؟ والله ما بعرف. أكيد هالمقوص صفوان عامل له شي عاملة. هي صبهي وابنها ما رح يرتاحوا لحتى يموتوا لأخي طقيق. لك ما بكفي انه خلت امه وابوه الله يرحمهم يموتوا وهن غضبانين عليه؟ المهم هلا اخي عدنان ماله غيرنا ولازم نساعده. طيب انا هلا رح اروح على الكراكون شوف شو القصه، ارتاحوا انتوا. ما اخذوهم على الكراكون. لكن لوين اخذوهم؟ ما بعرف، شفتوا رايحين من طريق حاره الكون. شو الحكي؟ معناته اخذوهم على الداخليه يا ام عسرايا. الظاهر شغلتهم كبيره كثير.